شباب هسه لو نجي لهذا المثال، هذا المثال جدا فكرته حلوه. يقول لك انا عندي داخلين لود ساعه هذا ساعه زين، وعده هذا السيت بوينت. شو اريد من يمك؟ اريد من يمك تطلع لي الاوف سيت عندما لود باوع لود. يعني شو اسوي؟ شوف شوف حتى الستيب يقول لك الستيب وين تغير باللود. اذا انا هنا هسه بقبل اعرف انا وين انا ايش عندي. عندي النوع الثاني مو سيرفو، واضح؟ ليش؟ لان يريده باللود. بعد شوف ما طول يحكي لك باللود، يقول لك باللود. اذا انت وين؟ انت مو بالسيرفو، بالنوع الثاني، واضح؟ فاذا باللود. فشي يقول لك؟ يقول لك ساعه هذا اللود اخذ للموقع الاول وساعه اخذ الموقع الثاني. فانا اذا اخذت الموقع الاول شو اسوي؟ اصفر الموقع الثاني، لان اثنينات اللود اثنيناتهم دواخل. زين، فساعه اطلع هذا وهذا صفره، وبعدين اطلع هذا وهذا صفره، واضح؟ شو بقى عندي؟ يبقى عندي بس المعادله. هسه المعادله شلون راح نطلعها؟ نجي نقول هسه اول ما اجي تقولها اني هذا هو عباره عن ستيب فانكشن، لان هو قال لي ستيب فانكشن وين؟ باللود. عرفت ستيب فانكشن الداخل وين؟ باللود. اذا شو سواني؟ بالنوع الثاني. هاي اول معلومات اخذناها، قلنا ماكو داعي بعد نعيدها. اجي هذا اخذته، اذا ها شو اسوي له؟ اصفره. اجي هسه راح اكون معادله وكانه هذا ما موجود، هسه هذا كان ما موجود، جاكم هيك الرسم، واضح؟ شلون راح اجي اطلع المعادله؟ طبعا هو شو يريد؟ اوفسيت. شوف مين قال لك الاوفسيت؟ شو اختصر لك؟ يعني بين قوسين انت ايش راح تطلع؟ تطلع استجابه وتطلع قيمه نهائيه وبعدين تطلع اوفسيت، لان انت ما تقدر تطلع اوفسيت اذا ما تطلع استجابه وتطلع قيمه نهائيه. هسه اجي للاستجابه، قبل الاستجابه لازم يراد المعادله استنتاج. اجي شو اقول؟ اقول انا ايش عندي؟ الخارج. اجي للخارج سي اس يساوين. اجي ايش راح اخلي هنا؟ راح اخلي اللود. زين، احتاج اكتب شو اسمه سيت بوينت؟ مو هنا اكتب سيت بوينت. السيت بوينت يقول ليش؟ احنا صفرناه من البدايه. ليش؟ لان هو قال لي باللود. فاجي هسه اقول انا من نقطه هيو المن الحد سي بمن يمر؟ بش كم بلوكه؟ يمر بهاي البلوكه وبهاي البلوكه. اذا ايش عندي انا فوق؟ فوق جي واحد وجي اثنين، واضح؟ الثاني من يجي؟ قلنا نجيبه من هنا، نجي نسوي خط مستطيل. بمن راح يمر؟ راح يمر بجي سي وجي 1 وجي 2. اذا اول شيء واحد عكس الاشاره، اذا بمن يمر؟ جي سي جي 1 وجي اثنين. شوفوا نفسه، واضح؟ هسه اجي شو اسوي؟ اجي اعوض المعطيات مالتي، لان هو المعطيات كلها هنا مطيها بالسؤال. زين، لان مخليهم بالبلوكات. اجي السي اس على مود انا اطلع بعد استجابه. اجي الجي واحد ويا الجي اثنين، الجي اثنين هنا وهنا اثنين اس زائدا واحد مضروبا في من واحد اثنين اس زائدا واحد على شنو؟ على واحد نفس هذا. هنا راح يصير خمسة، هنا راح يصير اثنين، اثنين اس زائدا واحد مضروبا في واحد اثنين اس زائدا واحد. زين، هسه نفس العملية مال مثال اخذنا، ذا نضربهن وذا نضربهن، عملية ضرب بيناتهن. ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي كالاتي. زين، ايش راح يصير؟ راح يصير عندي اثنين على اثنين اس زائدا واحد الكل تربيع زائدا. ذني هسه ضربهن، ضربهن، ذني ذني ضربهن، ايش راح يعطيني؟ ضربهن راح يعطيني، يعطيني عشرة على يمين على اثنين اس زائدا واحد تربيع. فهسه هذا، هذا اللي طلع لي راح واحد مقامات وياه. فايش راح يصير؟ راح يصير اثنين اس زائدا واحد الكل تربيع، هنا أنا واحد، فايش راح يصير عندي؟ اثنين اس زائدا واحد الكل تربيع زائدا هنا أنا على واحد، واحد في هذا عشرة راح يطلع لي، هذا راح ويا هذا، فعندي عشرة على هذا. هذا افتح القوس مالته، زين، هذا طبعا الواي واحد هنا ينزل، واي واحد ينزل لحد ما اشوف افتح هذا الفتحه، هذا بين قوسين فتحه راح يعطيني الناتج هذا. زين، هذا الجذر راح يصير عندي 11. اجي بعد شو اسوي؟ اجي اقسم، لان هذا قلنا ما طول من الدرجه الثانيه على مود اقارن. هنا ما احتاج مقارنه، بس انا هذا لازم شو اسوي له؟ لازم اسوي واحد. ليش؟ لان هو هذا الدرجه الثانيه ما يصير، الحد المطلق لازم واحد. فقسمت على 11، قسمتهم طلعت عنده هاي المعادله النهائيه. وهنا شو اقدر اخلي؟ خلو واحد على من هذا الواي اس هو عباره عن شنو؟ واحد على اس.
زين هات شنو هاي طلعت الاستجابة مال من مال سي اس زين شوف هنا هو ليش جاي مشتغل ومقارن على مود ذني شنو يحتاجن زين عود مطلعهن بس انه ذني ما طالبهن اصلا هو شي يريد يريد الاوفسيت الاوفسيت ما تحتاج ذني زين بس هو احتاجهن ليش عود طلع من هاي الطريقة انت هاي الامور ما تحتاج ليش قلنا راح نستخدم النوع الثاني النوع الثاني شو احتاج احتاج بس هاي المعادلة شو راح اسوي راح اقول سي اس او ليميت اس يقترب من الصفر اس في من في سي اس اللي هي هاي المعادلة هاي المعادلة ما احتاجها راح انزل هنا شوف اذا عوض صفر هنا هذا صفر هذا صفر فش راح احتاج راح احتاج فقط 2 على 11 2 على 11 على 1 1 على اس هذا الاس راح ويا هذا الاس فش راح يبقى عندي راح يبقى الليمت او القيمة الفاليو هي عبارة عن 2 على من 11 واضح فالقيمة جيد هذا قسمه لو بون 2 على 11 راح يطلع 1 8 8 زين اللي هو هذا نفسه هو شو يريد الاوفسيت هنا الاوفسيت ايش قلنا قلنا نيو سيت بوينت سيت بوينت احنا هنا اشتغله اعطانا قيمة اله لا ما طول ما اعطانا قيمة اله صفرته ليش لان لازم يقول لي هل قد يونت ستيب ان سيت بوينت فهل قد يعني هيجي يلا اعوض قيمة فما اعطاني قد عوضته صفر عندي القيمة النهائية نقصت راح يطلع لها هاي الموقع الاول الموقع الثاني نفس الحكي ايش راح يصير عندي راح يصير عندي راح يختلف عندي بس شنو نفس الشغل بس المعادلة تقريبا راح يصير بيها تغيير بسيط اللي هو شنو هذا التغيير اللي انا اصلا هنا أنا هذا كنا ما موجود ففوق ايش راح يصير عندي هنا سي اس يساوي لنا طبعا الجو نفس الشيء ليش لان هو نفس المستطيل ما عندنا شيء بيه نفسه وهنا نفسه اللي هو واي واحد العفو واي اثنين يعني راح يصير واي اثنين فش راح يصير عندي راح يصير عندي فقط من هنا واضح فش راح يصير عندي فقط جي اثنين فقط جي اثنين شوف هسه لو انزل المعادلة باوع صفرت الاول بقيت الثاني فقط فوق شنو الجي اثنين وهنا نفسه راح اجي اعوض ونفس الطريقة الرياضية همش عندي عندي ذني راح انزل راح اجي ذني واحد مقامات واحدة مقامات ذني فوق راح يبقى اختصارات لحد ما وصل لهاي النتيجة زين هاي النتيجة نفسها شو طلع من يمها طلع شوف شوف هذا اللي طلعنا يمها. القيمة النهائية شوفوا احنا ايش حسب بهاي الطريقة احنا بعدين ايش رجع حسب بهاي الطريقة احنا بالحالتين حسبنا بهاي الطريقة زين بالحالتين هنا وهنا هم حسبنا بهاي الطريقة هنا حسبنا فما اريدكم تطبقون على هاي اسهل زين فطلع القيمة النهائية طلع الأوفسيت شوف حتى ما احتاج طلع لا كي لا اي هاي الأمور كلها ما احتاج لا تا ما يحتاج ليش لأن احنا نريد أوفسيت الأوفسيت يحتاج بس قيمة نهائية شوف هنا هم سيت بوين صفر والقيمة النهائية اللي طلعها قبة زين الفكرة مالتها بس بالمعادلات أما الشغل الباقي كله ما أخذينا بالكورس الأول وهسه صارنا ساعة نوضح ونحله خطوة خطوة زين هسه خلصنا من هذا المثال بعد نجي المثال الوراء شباب هسه لو اجل هذا المثال يريد هذا الرمز اللي يسمونه بساي او شيء المهم يقول لك اريد البساي في حادث كي سي يساوي له 5 وساي يساوي له كي سي يساوي له 2 طبعا هاي كلها يساوي له 1 1 وهنا جاي يساوي له 2 هسه اجي شو اسوي اجي اشتغل اهم شيء المعادله زين هسه انا هذا النوع الاول لو الثاني اجي هذا هنا ما طول شوف مطلب الثاني قايل لي اللود بس بيما مشتغل المطلب الاول مشتغله بيمن مشتغله بالسيت بوينت ليش لان عندك هنا اصلا هو سيت بوينت موجود كذلك اللود موجود فهو شو مسوي الاول مشتغله بالسيت بوينت زين والثاني اللود ليش الثاني مجبور اللود يجي شو يسوي راح يجي بس اطلع لكم المعادلات والبقيه نفس الحكي يعني لا تدوخون وهنا اصلا هوسه ليش لان قايل لك ساستخدم هاي وكل نفس الخطوات ونفس هو بس ضرب وجمع بس اهم شيء انا عندي المعادله هسه الاولى اريدها بالسيت بوينت اجي سيت بوينت اول شيء اقول سي اس طبعا اللود هنا صفرنا السيرفو يعني عندي ار اس اجي هنا عندي واحد دائما عكس الاشاره موجب اجي شنو مين يمر منه هذا المستطيل مالتي قلنا هذا شنو معناه واحد كتبه ما كتبه نفس الشيء
جي اخذ لي ذن المربعين. فاجي ايش اقول؟ اقول هذا مثلا اذا هذا جي مثلا سي وهذا جي، طبعا شوف هذا هذا جي سي يا نوع بي اي دي، واضح مبين من المعادله مالته. وهنا جي بي، فهنا ايش عندي؟ عندي تريد ترمز له تريد تنزلهن ذن نفس كيفك ماكو مشكله، بس اهم شيء هذا رمزنا له جي سي وهنا جي بي. وراح يبدا انا ما طول اخذت من السيت بوينت، فيبدا من السيت بوينت يطلع ابوكه يعني بين قوسين هم راح ياخذ ذني. زين راح يمر بالجي سي ويمر بالجي بي، واضح؟ بس يعوض بعد عوضين، هذا عوض قيمته اللي هن ذني ذن عوضين، بس بعد شغلات رياضيه ايش راح يسوي؟ راح يعوض القيم. هسه هذا عوضه واحد، هذا عوضه واحد، هذا عوضه اثنين، بس انتبهوا شوف هذا اي وهذا واحد، انتبهوا عليه. زين ذن هذا اي ودي وهنا واحد، عوض القيم مالتهن هنا، هنا كذلك اجى عوضهن هنا. اجى الخطوه اللي وراها سوى اجى تبسيط ذن سوى سوته وحيد مقامات. زين وحد المقامات هنا، من وحد المقامات اجى سوى هذا دخله هنا. زين ايش راح يصير عندي الجو؟ اذا سوي 2 اس زائد واحد، فراح يبقى عنده شنو؟ عنده هذا ضربه هنا وهذا ضربه هنا، صار عندي صار عندي هذا هنا. شو يسوي على مود يكون معادله من الدرجه الثانيه؟ سوى قال يابا انا لازم الكي سي افتحه، فراح يصير عندي كي سي اس زائد كي سي زائد شنو؟ كي سي اس تربيع. زين فسحب عامل مشترك اللي هو التربيع، صار عندي هذا 2 زائد كي سي زائد هنا ايش عندك؟ سحب اس صار عنده صار عنده 1 زائد كي سي، وهنا بقى كي سي واحدة. زين انا هنا ضروري اقارن، ليش؟ لان انا احتاج اصلا هذا، فاجي ايش اقول؟ اقول لازم هذا اقسمه، ليش؟ لان هذا لازم قلنا الحد المطلق واحد مثل ما تعلمنا بالكورس الاول، فاقسم كله على كي سي نعم على كي سي وهذا هم على كي سي واحد، وهنا نجد اصلا كي سي، فكي سي عنده هنا اصلا راح هذا ويا هذا فبقى هذا وهذا بقى هيك. زين فهنا بالمقارنه بالمقارنه يقول لك اريد هذا. زين هذا لازم شو تطلع؟ تطلع تاو. شوف هذا بالمقارنه هو عباره عن تاو القيمه مالته اللي هو هذا. زين فيرا طلع التاو قيمته، وبعدين اطلع هذا ساعة شاخذ الكي سي، الكي سي ساعة بس هذا مو اخذت التاو، التاو شي يساوي انه يساوي انه هاي الهوسة شعوض ساعة، يقول لك ساعة حوض الكي سي 5. زين يجي يجي يقول ابان الكي سي هسا هذا التاو بالمقارنة طلع لي هذا كي سي عوض 5 طلع لي هذا، جبته هنا عوض الكي سي جيت 5 طلع هذا طلع. زين وهذا الثاني عوض هذا هيج 2 يجي عوض 2 طلع عند التاو، بعدين طلع الثاني. المطلب الثاني يريد لود، اللود شنو اللي راح يختلف عندي؟ راح يختلف عندي بس ال نفس الساعة، شو يختلف عندي؟ يختلف عندي بس الباسط، الباسط ليش؟ لأن راح يجي يجرى من هنا، فش راح يصير عندي؟ فقط جي بي، واضح؟ وهذا شو يصير؟ لأن يعني بعد ما يصير من هذا يصير من اللود، يصير واي، يصير واي اس، واضح؟ بس دنا الشغلتين اللي تغيرن، واضح؟ طبعا هنا مضروبة هذا مو يساوي. زين هذا فقط الجي بي، كذلك هم نفس الحاله، هم راح يجي دخل راح يجي يحول وينزل او بالبدايه عوض قيم، وبعدين راح يجي يدخل ويختصر لحد ما يطلع علاقه هنا. شو يريد؟ يريد الاوفسيت، الاوفسيت ايش قلنا؟ ويحتاج بالبدايه استجابه بعدين القيمه النهائيه، الاستجابه هذا طلعتها. زين فالتاو تاو تربيع طبعا يساوي لنا 4، بعدين نطلع تاو هذا يعطيني هاي القيمة. زين وانا اصلا هذا هم ما احتاجه لان ما احتاج نطلعهن زايدات. زين قبل انا مو مطلع هذا الكي سي، مطلع هذا السي اس، اجي قبل استخدم هاي طريقتي اعوض، ايش قد طلع عندي؟ طلع عندي صفر، اصلا انا عندي صفر، فصفر ناقص صفر ايش يعطيني؟ يعطيني اوف سي يساوي لنا صفر، وهذا جدا مهم وجدا زين، ليش؟ لان صفر عندي الاوف سيت. شباب خصوص هذا المثال الاخير ما بي شيء، يعني الكنترول منطقيه هذا منطقيه سيرفو
واضح؟ يقول لك جد هاي القيمة وهاي القيمة، هاي القيمة هي نفسها هاي القيمة. ساعة يقول لك استخدمها، يعني فد شغلات مملة، وكل ساعة عيد وكل ساعة هذا، ويريد الأوفسيت، يعني هاي الأمور كلها مكررة يعني. بس المهم أهم فقرة هي إيجاد شنو؟ إيجاد المعادلة. ما طول قال لي سيرفو، يعني معناه شنو؟ معناه صفر لي هذا، هذا أصلا مهم ما يحتاج يكتبه زين، بس هيك كاتبه زايد، فهذا أصلا ما يحتاج يكتبه عموما. فهذا شلون هسه نطلع اللود؟ هسه شلون نطلع هذا؟ طلعناه شلون؟ استنتجنا نجي شو اكتب؟ اكتب الناتج النهائي. شو اريد احنا؟ ما طول قال لي سيرفو، يعني شو صفر؟ اصفر اللود. شو يبقى عندي؟ يبقى عندي ماسيت بوينت اللي هو ار اس، جوا واحد دائما. هنا عندي عكس الاشاره، اجي اشوف المستطيل مالتي به من يمر، مر بهن كل، مر بالجي ام والجي سي والجي بي زين. اساس عندي سيت بوينت زين، فيمر بمن يمر؟ بس بذن الاثنين، واضح؟ اللي هو جي سي والجي بي، واضح؟ اعوض، شوف هذا نفسه، اعوض القيم مالتين واشوف شنو التبسيطات، وذني مجرد هسه كلهن اخذناهن ونفس الفكره مالتهن زين، بس مجرد حل مطول. ان شاء الله هذا الحصه صفحه 25 خلصناه، فان شاء الله نبدي بالموضوع الثاني اللي هو موضوع الاختزال، اللي هو موضوع مهم بس يراد لإذا ما تقرأ ذن المحاضرات وما تفتهم أصلا شنو اللي جاي يصير، يعني هذا الموضوع يعني يصير شوية عليك صعب، صعب جدا يعني مو هيك. فالله يسهلكم إن شاء الله ويوفقكم، إن شاء الله جابون بالامتحان، بس شوية راد له تركيز، أعرف شنو الداخل شنو الخارج شلون أكون المعادلة وما بيها شيء إن شاء الله. بس هذا اللي أخذناه تقريبا كلش كافي زين، كافي للامتحان، إن شاء الله تجابون، وبالتوفيق إن شاء الله.